النقطة، مستويات 110.50 حاليا على اليورو مقابل الدولار. للتعليق إذن على حركة وردة فعل اليورو على الاتفاقية المبدئية هذا اليوم في أوروبا، ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور، أهلا بك. نتحدث عن ردة فعل اليورو اليوم، ارتفاع ومن ثم هبوط سريع، ونتحدث عن أكثر من 100 بيب على انخفاض، لماذا؟ صحيح، تذكر ناصر منذ حوالي الأسبوعين وإحنا نذكر أنه هناك الانفرس كورليشن واللي هي العلاقة العكسية ما بين كل من اليورو والأسواق الأوروبية. بداية تعاملات فترة آسيا شهدنا بالفعل ارتفاع لليورو، وصلنا إلى حوالي 11.90 تقريبا، لكن بمجرد افتتاح الأسواق الأوروبية شهدنا ارتفاعات كبيرة جدا، هذا الشيء أدى إلى الضغط على اليورو من جديد. لذلك الانفرس كورليشن هي السبب الأكبر الذي لطالما كان متواجد خلال 3 أسابيع الماضية. ولكن ما أساس هذه العلاقة العكسية نور؟ في الوقت الحالي لا ننسى أنه من جديد لدينا برنامج التيسير الكمية المتواجد من قبل البنك المركزي الأوروبي، هذه من جهة، برنامج أيضا الـ Target LTRO، جميع هذه الأمور تبقي هذه العلاقة، من ناحية أنه الجميع يذهب ويقترض باليورو ويذهب إلى الأسواق الأوروبية أو غيرها من الأسواق. لذلك لطالما سنشهد هذه الحركة تقريبا حتى سبتمبر المقبل في الغالب، أنه طالما شهدنا ارتفاع في الأسواق الأوروبية لطالما سيبقى اليورو تحت الضغط، لكن قد تتغير هذه العلاقة بمجرد ما نشهد فيما لو بالفعل شهدنا نوع من التأخر من قبل الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر أو حتى العام 2016. في ذلك الوقت قد تكون العلاقة win-win correlation، بمعنى أن تكون ارتفاع في الأسواق الأوروبية وارتفاع في اليورو بنفس الوقت. بالرغم من طبعا المحضر اجتماع الفدرالي الأخير، وأيضا بالرغم من المطالبات صندوق النقد الدولي إلى البنك الفيدرالي بتأجيل رفع نسب الفائدة، ما سمعناه من رئيسة البنك الفيدرالي مؤخرا من تصريحات وتأكيدها الصريح بأنه نسب الفائدة سيتم رفعها هذا العام، هل تعتقد بأنه مع هذه التصريحات قد بالفعل طوينا صفحة التكهنات حول موعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة؟ ليس بعد، المشكلة أنه محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي الأخير ناصر كان قبل الديفلوبمنتس أو قبل التطورات التي حصلت سواء كانت في الصين أو في الولايات أو أوروبا، أو حتى قبل كان تقرير الوظائف الأمريكي الذي شهدنا فيه انخفاض في الويجز بشكل كبير أو انخفاض بمتوسط الأجور، هذه من جهة. التصريحات جانيت يلن إن كان في المحضر أو بعد المحضر اللي هو كان يوم الجمعة الساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي، كانت العبارات نوعا ما مطاطة، و أبقت جانيت يلن والفدرال الأمريكي على كلمة الشرط من جديد، أنه فيما لو شهدنا تحسن الأرقام أو فيما لو عادت الأرقام إلى التعافي، هذا الشيء قد يؤدي إلى مزيد من يعني رفع أو تكهنات رفع أسعار الفائدة. لذلك نعتقد أنه في الوقت الحالي هي حالة من عدم اليقين لا زالت متواجدة، وسننتظر المزيد من الأرقام لتحديد ذلك. حتى ذلك الحين التخبط في الأسواق في الغالب ما سيستمر. بس نظرة سريعة تقنيا على الكيبل، مستويات الدولار 55.50 على المدى القصير إلى أين؟ لا زال إلى الآن الجنيه الاسترليني قوي. اليوم على الرغم من انخفاض اليورو إنه الجنيه الاسترليني أبقى على مستويات نوعا ما فوق 55.40 55.50، لا زالت النظرة نوعا ما أيضا إيجابية في ظل مرة أخرى حديث البنك المركزي البريطاني عن رفع أسعار الفائدة في ظل نوعا ما ارتفاع طفيف في معدلات التضخم وارتفاع كبير أيضا في الويجز أو في يعني الرواتب، والفارق بين الويجز ومعدلات التضخم لا زال يعتبر إيجابي وأعلى مستوى له منذ العام 2007. هذا الشيء الذي يدفع من جديد البنك المركزي أو بنك إنجلترا المركزي بالتفكير على الأقل ولو ماليا في الوقت الحالي أن يبدأ بعمليات تخفيف التيسير الكمي اللي هو 375 مليار، والتفكير جديا برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل. لكن الريس أو اللي هو السباق الآن، من الذي سيرفع أولا، هل هو بنك إنجلترا أو البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي؟ قد لا يكون أي أحد منهم طبقا لما شهدناه من تطورات أخيرة سواء في اليونان أو الصين أو الولايات المتحدة. شكرا لك نور الدين الحموري من ADS Securities في أبوظبي. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل.